سلام. طبعا الواحد بيمر بموقف، هذا الموقف لنفترض انه كان سلبي، بيخزن في جسمه احاسيس سلبية. في الجلسات عندي ولله الحمد وبإذن الله بتتشال هذه، لانها عبارة عن ذبذبات. الان في تلاقي ساعات انه في نفس المنطقة بيحصل الضرب دائما، يعني تلاقي مثلا شخص ركبته بتوجعه، راح للدكتور أعطاله دواء اللي هو المهم شفي، مرة تانية طاح على نفس الركبة في نفس المكان برضو شفيت، ثالث مرة تلاقي الأحداث مثلا صار له حادث سيارة برضو في نفس المنطقة. هذا إيش معناه؟ معناها في إحساس سلبي مخزن في المكان هذا، والإحساس هذا قاعد يصرخ بيقول أنا موجود، فبليز ديليت مي، يعني في حاجة فيها خلل في المنطقة هذه، محتاج إنه الواحد ينتبه لها وإنه يشافيها. في كمان إحساس غريب عجيب، هذا يسموه الإحساس اللي بصدى، تلاقي ذبذبات، لأنه الإحساس عبارة أو الأحاسيس عبارة عن ذبذبات، تلاقي في نفس المنطقة يجي الألم ويروح ويرجع، يجي ويرجع يروح، أو تلاقيه بيتنقل في الجسم. هذه ذبذبات، لأنه أحاسيس ذبذبات، فمعناها الإحساس السلبي لسه موجود. هذه برضو بشيلها في الجلسات بإذن الله. ما أعرف على المستوى الشخصي كيف ممكن الواحد حاجة زي كده تروح تماما. ممكن الواحد يحط إيده على مكان الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وطبعا هذا شيء جدا فعال، لا إله إلا الله. وبعد كده ممكن برضو عندي في الجلسات، لكن إنه كيف الواحد ممكن يتصرف إنه ماديا، إنه مثلا يحط ثلج ولا ما بيروح، بيفضل وبيسموه صدى الإحساس السلبي هذا. فهي أول خطوة بتكون إن الواحد بمجرد ما يوعى للمعلومة هذه بيدوب نص الموضوع تقريبا، فحلو الواحد يكون واعي لها. طبعا عندي في الجلسات بتروح تماما بإذن الله. سلام.